أصدقائي صديقاتي من مختلف الأطياف الحقوقية السياسية كانت بجواري كبار المناضلين والمناضلات وكانت كاتمة الخبايا والأسرار بفضيلة الإنصات التي تتقنها جيدا هذه السيدة هي أول امرأة ترأست أكبر منظمة حقوقية للمغرب ولمرتين لم يكن الأمر عبثا. أمشي الآن هذا تأكيد على أن لبارادغمات ديال التدبير ديال الشأن سواء الوطني أو طيب أولا سعيدة أني أتواجد لأول مرة للأسف في بيت الصحافة في جولة قصيرة جدا من طرف مع السيد سعد كبريت اكتشفت مقرا جميلا جدا. ثانيا أظن بأنه لابد أن نساهم كمجلس وطني لحقوق الإنسان في تنشيط هذا المقر أولا بما نقوم به من أعمال بما نفكر فيه كذلك وبالتفاعل مع الناس ديال الجهة بخصوص قضايا حقوق الإنسان. طبعا الحل المهم اليوم لن نتكلم فقط على منطقة طنجة، سنتكلم على كل قضايا حقوق الإنسان بالمملكة المغربية وفي تفاعلنا كمجلس الوطني لحقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا. اعتقدنا بأنه الجواز التلقيح لا يعكس الأوضاع المتعددة والمختلفة للمواطنين المغاربة، وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك جواز يغطي كل هذه الفئات من الذي تم اللي هو تلقح لما تلقحش واللي عنده ما عندوش شيء ما يمكنلوش يتلقح أو اللي هو عاد خرج من كوفيد وما يمكنلوش يتلقح في واحد الفترة. إذن هذه هي الأوضاع التي يعيشها الإنسان خلال هذه الفترة في ليس فقط في المغرب بل في كل مناطق العالم. بطبيعة الحال اعتبرنا بأن جواز التلقيح يقيد هذا التصنيف ديال المواطنين وطلبنا الحكومة بأن تغيره من جواز التلقيح إلى الجواز الصحي. أظن اليوم بطبيعة الحال تفاعل رئيس الحكومة يعني تقريبا بمدة وجيزة جدا حول هذه الرسالة. اليوم نحن نتقدم إلى في هذه الأوضاع في أن يكون الجواز الصحي هو الجواز نقوله المعتمد. فيما يخص المركز الصحي ديال الصداقة بطنجة كان هناك تابعنا عن طريق المجلس الوطني حقوق الإنسان عدد من الفيديوهات ومن نقول الشهادات ديال الأطفال بخصوص الاعتداءات الجنسية ضدهم وكذلك سوء المعاملة والاعتداء الجسدي. هذه المواضيع اليوم تأخذ واحد بالنسبة لنا واحد الأهمية كبيرة فيما يخص الاعتداءات سواء على الأطفال سواء على الفتيات أو على النساء، وبالتالي عملنا مباشرة التحريات ديالنا واستمعنا إلى الأطفال واجبرنا معلومات بأنهم مسؤولين على هذه المركز وفيهم مغاربة وفيهم كذلك مسؤولان من جنسية إسبانية. قدمنا هذا الملف الواضح إلى النيابة العامة لأن تفتح تحقيقا بخصوصه وترتيب الإجراءات القانونية، كما طالبنا لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بأن تقوم كذلك بالإجراءات الإدارية وأن يترتب على هذه الإجراءات الإدارية اتخاذ القرارات المهمة. فإذا هذا نقولوا هذا مثلا هذا مركز الصحة المركز الاجتماعي ديال طنجة هو شكل من الأشكال اللي شرحت الآن ديال العمل ديال المجلس سواء على المستوى الوطني في تداعياته على المستوى الجهوي. سندافع عليه وسنتوسع أكثر لأن منذ 2019 إلى اليوم هناك إشكالات جديدة طفت فوق السطح وكان لابد من أخذها بعين الاعتبار. مثلا هذه الاعتداءات الجنسية ديال ضد الأطفال وضد النساء لابد أن تأخذ نقولوا مقتضيات واضحة لعدم الإفلات من العقاب، لأنه المقتضيات الحالية هي مقتضيات مثلا كيكون اعتداء جنسي وانا كنقولوا هاتك العرض
كاين فرق كبير في حقوق الإنسان ما بين التعرض والاعتداء الجنسي، وبالتالي سنتقدم يعني سنقوم بتطوير مقترحاتنا انطلاقا من هذه الحالات الحقائق التي سجلناها على المستوى الوطني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.